الصيد في طرق كتير، في صيد بحر وفي صيد نيل، وفي اللي بيأجر مركب بيقعد في المايه جوه، وفي اللي بيخيم على الشط. طبعا كل طريقة وكل مكان ليه طرق صيد معينة وليه عدة معينة، ما ينفعش اي عده تشتغل على اي في اي مكان. صيد النيل هو الصيد المالح من على الشط، يعني اكنك انت لو واقف في بحر على الشط اكنك انت بتصطاد من على النيل برضو من على الشط. تمام. هو دلوقتي لو احنا عايزين نصطاد في النيل بناخد صناره طول البوصه بتاعها 4 متر 4 متر ونص، المكنه بتاعتها مقاس 6000، بنركب على الخيط، بنركب على اللوازم اللي عايزينها. لوازم بقى بتبقى الرصاص اللي بنحذف بيه، السن اللي بنحط فيه الطعم، الغماز لو احنا واقفين في مياه هاديه بنصطاد بغماز. طبعا طرق صيد كتير وبتختلف بقى، لو انت قاعد مثلا بتصطاد غماز ما بتاكلش معاك بتغير، بتشتغل بالرصاصه بتحذف جوه، ما اشتغلتش معاك احنا بنقعد ايه نشغل الدور. الرصاص بيتسعر بالكيلو، طبعا الكيلو عامل 45، بيختلف على سعر اليوم بقى سعر السوق. المكان الصغير ده لو انا هصطاد غماز، الغماز ده انا محتاج ان انا افضل ماسك الفايبر في ايدي على طول، فلو معايا مكنه تقيله وفايبر كبير هيتعبوا ايدي، فمش هينفع استخدم مكنه كبيره لو انا هشتغل غماز، بستخدم مكنه صغيره اللي انا مش محتاج احذف، انا هو يا دوب قدامي متر 2 متر بنزل الخيط بتاعي فيه. طبعا الكبيره بتختلف في حله الخيط، حله الخيط بتاعتها بتشيل خيط اكتر، لو انا هصطاد بقى في بحر هحذف مسافات معينه، هسقط تحتيه اعماق كبيره، محتاج ان انا يبقى معايا خيط كتير، فبحتاج المكنه الكبيره عشان احط على الخيط التقيل. طبعا انواع الطعم في النيل، الناس بتستخدم اللي هو دود الارض والريم اللي بيبقى هو على وش المايه، ده في الصيد النيلي. طبعا الطعم ده بيجي في الصيف عشان بيبقى قليل بيبقى غالي، الطعم بتاعه بيوصل مثلا 30 جنيه، في الشتاء عشان الكميه بتبقى كتيره ومش مطلوب قوي الطعم ممكن يوصل 10 جنيه. الطعم بتاع المالح بيختلف، بيبقى جمبري، سبيت، سردين، باغه، ماكريل، بلاميطه، ده طعم المالح. صيد البحر ودخلنا المراكب في 3 طرق صيد، اول حاجه جر، صيد الجر ده والمركب ماشي، والمركب هو ماشي كده بنرمي الطعم بيفضل ماشي ورا المركب، طبعا السمك الكبير بيشوف الطعم ماشي بيطلع وراه يجري وراه ياخده، ده طرق صيد الجر. طبعا بيبقى ليه بوصه جر ومكنه جر وحزام، الحزام ده لسهوله حركه الصناره معاك. تمام. ده صيد البحر مركب. وفي حاجه تانية اسمها جيج، الجيجنج دي بتقنيه معينه نازله بطعم صناعي بنسقطها تحتينا على عمق مثلا 50 متر 40 متر 60 متر، وبنفضل نعمل حركه كده اهتزازيه للجيجايه اللي هي السمكه الصناعيه لحد ما السمكه الكبيره تيجي ايه تاخدها. اطوال السنانير بتبتدي من 1.80 متر لحد 8 متر 9 متر، كل طول ليه صيد معين. طبعا هنصطاد مثلا غماز، في ناس بتصطاد بالبوص الطويل اللي هو 5 متر و6 متر 7 متر، حاجه اسمها رقعه طريه بمعنى كلمه طريه. طبعا صيد الحداف بيبقى 5 متر او 6 متر اسمه جبر ناشفه، غابه ناشفه عشان تستحمل الرصاص اللي بنحذف بيه في الميه. اسعار السنانير انت ممكن واحد يخش عامل له سناره ب 150 جنيه ممكن نفس الطول ونفس المكنه ب 200 300 لحد 500 جنيه معاك 600 جنيه. هو المكن فيه براندات وفي حاجات صيني، الصيني المكنة بتبتدي من 50 جنيه لحد 1000 جنيه، براندات بتبتدي مثلا من 200 جنيه لحد 2000 جنيه. طبعا الكبيرة بتختلف في حلة الخيط، حلة الخيط بتاعتها بتشيل خيط أكتر، لو أنا هصطاد بقى في بحر هحذف مسافات معينة، هسقط تحتيه أعماق كبيرة، محتاج إن أنا يبقى معايا خيط كتير، فبحتاج المكنة الكبيرة عشان أحط على الخيط التقيل. الاكسسوارات دي حاجه زي جداله، الجداله دي بمعنى ان انا لو سمكه كبيره جت معايا بدل ما ارفعها على الخيط وتقع في الميه بشيلها بشبكه اللي اسمها جداله. في تول بوكس، تول بوكس ده انا بحط فيه العده بتاعتي عشان ما تتبهدلش، في شنطه باخدها معايا بحط فيها السمك، في عياشه لو انا اصطدت سمك بحطه جواها وبنزلها الميه السمك يفضل عايش لحد ما اجي اروح.